هخرج معاها تاني. اخرجي معاها وبعدين خلصوا السبكترا اللي هي عايزاه، يعني روحوا سبكترا خلصوا وبعدين روحوا كلوا السوشي. ميرسي يا بابي، قلبي بابي. حققت ملايين المشاهدات والانتقادات عبر فيديوهات نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. اعتادت الظهور وهي تطلب المال من والدها الذي يلبي لها جميع رغباتها. بابي عايزة مصروف الأسبوع، وسرعان ما يقدم لها النقود التي طلبتها، حتى أصبحت يارا جمال حديث الرواد، رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد أن صرحت أنه زوجها الذي يمثل دور والدها في حياتها. سر لقب بابي. توصل تلفزيون الوطن مع الفتاة يارا جمال المعروفة بدلوعة بابي، والتي عبرت خلال لقائها عن سبب نشرها لهذه الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت تطلب نقود من زوجها التي تلقبه ببابي، وأكدت أنها لم تتصنع كما اتهمها البعض. أنا باخد منه فلوس فعلا وبصرفها، أنا بعمل بيها أي حاجة، بس جت صدفة أن صورت الفيديو. ووضحت يارا خلال حديثها أنها تعرضت للكثير من الانتقادات والتنمر لقولها بابي لزوجها، مشيرة إلى أنها لم ترغب في إثارة غضب المتابعين، كل ما كانت ترى أن الزوج بإمكانه تعويض جزء من مكانة الأب. أنا والدي توفى بعد فرحي بيومين، لذا ركز زوجي على تعويضي عن دور والدي في حياتي ولو بجزء بسيط. هو بالنسبة لي بابي في حاجات كتير جدا الناس مش عارفاها، ومعوضني عن مكان أبويا.